تذهب وتدرس المنطقة بشكل كافي ما قد يعني يمنع حدوث أي مشكل خلال لحظة إخراج الطفل من قاع البئر أو من عبر النفق الأفقي. هنا قبل قليل يعني لاحظنا حركة غير عادية في صفوف رجال الإسعاف، ولاحظنا على أنهم أو هيئة الإنقاذ لاحظنا على أنهم يستعدون من خلال يعني الإتيان بالعديد من الأجهزة، لربما هي أجهزة تستعمل في عملية